السؤال التالي للمهندس عبد الله العبيكان، برأيك ما هي مكونات منظومة الابتكار الصناعية؟ السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أول شيء طبعا تحدثوا المسؤولين في الجلسات السابقة عن مكونات الابتكار والإيكو سيستم. أنا سأتحدث أكثر عن التحديات التي تواجه الممارسين. يعني سأذكر أربع تحديات أعتقد أنها جديرة بالتأمل والبحث لإيجاد حلول لها. واحد منها إيجاد مؤشر سعودي للاقتصاد المعرفة وجاهزية الشركات السعودية للاقتصاد المعرفة. أنا أعتقد الغياب هذا الاندكس أو المؤشر مهم جدا البدء فيه، بحيث نستطيع أن نقيس أنفسنا ونقيس اللي حولنا ونقيس الناس اللي نبيع عليهم أو نشتري منهم أو نتعامل معهم. فوجود المؤشر لتوضيح مستوى الإنسان وجاهزية الاقتصاد الرقمي الاقتصاد المعرفي أعتقد أنه مهم جدا. الموضوع الثاني الثقة. الثقة ليست حسن النوايا، وإنما سياسات ومؤشرات وتحقق وتأكد. هذا المؤشر الثقة أو بناء امبيدد الثقة تراست بين أصحاب المصلحة أعتقد مهم جدا، بين المستفيدين أو المستهلكين أو المنتجين أو الممولين. فوجود الثقة تسرع العمل بشكل كبير جدا. التحدي الثالث الديتا أو المعلومات والبيانات. اليوم عندنا تقدم هائل في الحكومة أو الحكومة الإلكترونية، لكن نواجه مشكلة في الـ APIs، فتح هذه المعلومات لنا كمستهلكين أو مصدرين لها للاستفادة منها. فاليوم الأوبن بانكينج في العالم ظاهرة كبيرة جدا. أنا أعتقد لازم يكون عندنا في الديتا تكون مفتوحة في الصحة وفي التعليم وفي الصناعة وفي البانكينج، لكن طبعا نحتاج تشريعات وخصوصية وسياسات. لكن المجتمعات المغلقة في البيانات لن تحقق تقدم في الابتكار. ففتح البيانات وإنشاء استراتيجية وطنية للـ APIs ووضعها في متناول الجميع بسياسات وأنظمة وحوكمة يعني تحمل حقوق الجميع أعتقد أنها ضرورية جدا. النقطة الرابعة والتحدي الرابع اللي هو التمويل والتحفيز ورؤوس الأموال الجريئة. نحن اليوم عندنا طفرة هائلة في الأموال الجريئة أو الاستثمارات الجريئة، لكن ما عندنا برامج ليست ذكية وليست نفسها طويل وأصبحت مبالغ فيها بشكل غير معقول، فترشيدها أعتقد ضروري جدا. كذلك إنشاء برامج يعني محفزة لتمويل الأبحاث بطريقة معقولة ونفس طويل أنا أعتقد مهم جدا. فأعيد أربع: فتح الديتا أو ترشيد التمويل والتحفيز، وفتح البيانات مع حوكمة واضحة، كذلك إنشاء أو بناء الثقة في تشمل كل أصحاب المصلحة، والرابع والأخير اللي هو إنشاء معيار سعودي لجاهزية المؤسسات والشركات السعودية للاقتصاد المعرفي.